خيبر واحد كيف لو جابه الزلزال راح اسأل سؤال قالوا ما بيبقى داقوا خيبر واحد كيف لو جابه الزلزال اسرائيل وشيوشة حرقناها من شلوشة اسرائيل وشيوشة حرقناها من شلوشة شو شدت على حيفا صواريخ الكاتيوشة والنرفض نحن حبيبي يا شنو يا ما يا ما شافوا الوين بنهار وبالليل شو صار فيهم بعيدة واحترقوا بنت شبيب يا ما يا ما شافوا الوين بنهار وبالليل شو صار فيهم بعيدة واحترقوا بنت شبيب لك هاي هات هاي هات ابن شنو بما مات هاي هات هاي هات ابن شنوبي ما مات غرقوا الصواريخ ماكو اخذوا الدبابات بعرف وبنربط نحن نموت قولوا له الحنانه ارضك كل بيوت وبدنا مزارع شبعه وقلنا يا شنوب يا حبيبي يا شنوب شنوبي كله وفد شمعه ومقت انطفى وجود ابو هادي راسي ابو مصطفى شنوب الكل وفى شمعه ومقت انطفى وجود السيد فهادي عراسي الاستاذ مصطفى من اللي صار مع كل الدمار مع كل اللي صار ولو ضربوا المطر حررنا الاسرى كلها والشهيد الانطار يا حبيبي يا شنوب راجعنا وبدي موت أرضي الذهب ويا قوت حبيب قلبي يا صوت يا صيدا ويا بيروت راجعنا وبدي موت أرضي الذهب ويا قوت حبيب قلبي يا صوت يا صيدا ويا بيروت نمشي وكشفنا على الصدر أمنا ما بيروح هدر نمشي وكشفنا على الصدر دمنا ما بيروح هدر عيد رسالة في القائد الإمام موسى الصدر كل القرى نحن نموت قولوا للعنابة كل القرى نحن نموت الدبلوماسية رح تبقى أرضك والبيوت والشعب اللي عم يشتاق أو إلا يا شنوب يا حبيبي يا شنوب Oh,